لا نقص شوية من العسل خلينا نسمعوا بعض. لا نقص شوية من العسل خلينا نسمعوا بعض. والمهازل المهازل اللي نحن نشوفوا فيها كونه الاستديو ذا تشكل القيمة العلمية اللي موجودة عنده وشخصيته وهيبة الاستديو وقوته تضعف. ما ينجمش يتكلم مسكين وما ينجمش تكون عنده جرأة ويقولها ستوب. كيفاش هو ينجم يخاطب الإله الأوحد كيقول له ستوب؟ ينفيه يمشي ورا الشمس. أنا لاحظت البروفات اللي هنا تريز البعض أكثر من بن علي. وأنا كنت عندي رولاسيون يعني كانت عندي علاقة ببعض العباد وبعض الزملاء ويعني وأصحابنا اللي يقروا بميرانية فورماتية كل ما يحكوا لي على الظلم اللي يمارسوا فيه. كومبلكسيتي مجموعة يعني من الماتيريال الجينولوجيسيال مجموعة من الماتيريال. كنا نفهموا عند السادة ولا الأمانة أقولها كيف سي محمد قريب أستاذ ندخل نفهم عنده رغم اللي ما فيهاش دي دي ولا دي بي لكن أستاذ يفرض روحه ويفهمك الماتيريال. لكن والبقية ما تنجمش تناقشهم ورد بالك تناقش تقبل تستهلك وتروح. علاش نستهلك ونروح؟ عخاطر والفنا نحن دول عربية خاصة النامية يكون انه رقم دول مستهلكة. شنو معناها مستهلكة؟ دول باية لا سمحني شنو معناها مستهلكة؟ يعني نستهلك لا نقص شوي من العسل يعني نستهلك كل شيء وما نناقشوش. نلبسوا حاجة وما نناقشوهاش. ناكلوا حاجة وما نناقشوهاش. ساعة تجي حاجة مصنعة اللي خايف لحظة الفساديه يغادر المكان. انا سامحوني نخاطب في الجيل نخاطب في طلبة معهد الرياضيات والإعلامية بالمستير الغالية وخاطب فيكم لأنكم نخفوا اسمكم اليوم تولوا حاجة أخرى. نرجعوا على حديثكم على الجينيولوجيسية هذيا. هي يعطوك برشا ميني بروجي. مينو بروجي هو معاه في الحق ماهوش ميني بروجي. بروجي. فيه فيه هو في الحق. ويعطيك دي ماتيال ما غير تي دي ولا تي في. ويلزمك تدخل تقرا وما تناقش. لا على الأري ما فهمتش نقول. لا على التيبي لا على التيتي وده يا طلبة نوال المنذ هذا اليوم باسمي وباسم جميع طلبة المعهد العالي للإعلامية نوال عن تأسيس نقابة في المعهد العالي للإعلامية والرياضية. مكتب فيدرالي في المعهد العالي للإعلامية والرياضيات تحت النقابة المركزية للاتحاد العربي كرم تونس. تلك المنظمة العريقة تلك المنظمة التي تأسس منذ 1952 ووزير الشباب جميل العبيدي كان موجود فيها وحامد القريب كان موجود فيها والخرنوشي كان موجود في اتحاد الطلبة كوادر البلاد كانت موجودة في اتحاد الطلبة وانتوما يا خير شباب تونس ما تكونوش موجودين في اتحاد الطلبة عين البيض. دافعوا أرجوكم يا زملاء أشدوا على أيديكم وأقبلوا الأرض تحت نعالكم. ربنا لازم تحت نعالكم واهديكم فيها عيني ودفع القلب يعطيكم. دا
دافعوا عن عقولكم، دافعوا عن عقولكم، دافعوا عن أجدادكم، دافعوا عن أبائكم، دافعوا عن أخواتكم، دافعوا عن المستقبل أفضل. أفضل لأولادكم، أي صحيح أولادكم، دافعوا على مستقبل أفضل للأجيال القادمة. مازال غنكونوا نحن ضحية، غنكونوا نحن ضحية باش تصلح السلام وتولي تونس بلد فيها تمعني كلمة للناس الكل. تونس في الحقيقة غالية وعلى غالية برشا علينا، كيف ما يقول الشاعر ولاد أحمد، نحب البلاد كما لم يحب البلاد أحد. صباح المساء وقبل الصباح وبعد المساء وحسن على بطل يوم الأحد لن نحبوها البلد اللي من بين الشعارات اللي نرفعوها اليوم، من بين الشعارات اللي نرفعوها ونطلبوا فيها جامعة شعبية، تعليم ديمقراطي، ثقافة وطنية، واجب حق التعليم لابن العامل والفلاح، واجب حق التوعية.